انا عشم كبير قوي فيك يا معلم زين. يا عم عبد الله الشغل ما يمشيش بالعشم، ده انا مكرمك في الفلوس دي. امسك يا راجل، عايز فلوس اكتر هات بضاعه اكتر. قول يا رب يا معلم زين. يا رب يا مؤاخذة يا حاج، حربي وصل. طيب فرزوا الحاجه دي وجمعوها مع بعض على ماجد. حاضر بالاذن يا عم عبد الله. اتفضل يا معلم زين. كنت فين يا عم كل ده؟ كنت بقابل اماني. وعرفت حاجه؟ البنت ما عندهاش اي فكره عن حقيقه نعيم السيوفي ده. متاكد يا حربي؟ تحب تقابلها انت كمان بنفسك عشان تتاكد يا زين؟ يا عم خلاص يا عم، كل ما اجيب سيرتها تتعصب كده. ما دام انت قلت كده خلاص مصدقك يا صاحبي. هي معلمه ما جاتش النهارده ولا ايه؟ لا ما جاتش، بس سالت عليك 100 مره وبتقول لك فوت عليها ضروري. طب اوصل اشوفها عايزه ايه على ما تجهز انت عشان نلحق نقابل عدلي بيه ونخلص معاه. ماشي استناك في العشه بقى، اوعى تتاخر. ازيك يا سهر؟ ان شاء الله تسلم يا سيد الرجال. امال المعلمه فين؟ انا هنا، انا هنا يا سي حبي. ايه بقى تتقل علينا ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي يتقل عليك يا ست المعلمين؟ مش باين، شيعت لك كذا مره، ما هنش عليك ترد عليا ولا حتى تضرب تليفون. والله يا معلمه كنت في مشوار مهم، واول ما رجعت وقالوا لي ان انت طلبتيني جيت لك طوالي. امسك. ايه دول؟ ده مبلغ كده صغير عشان انت وزين تشتروا عربيه بدل اللي اتحرقت. كتر خيرك يا معلمه، خلي فلوسك معاكي. الله، هتكسف ايدي ولا ايه يا حربي؟ مش القصد والله يا معلمه، بس الحمد لله يعني مستوره وخيرك علينا بالهبل، ويعني لو احتجت لاي حاجه هقول لك. يا حربي انا اللي عندي عندك، واللي انا بملكه اطلبه في اي وقت، عمري ما هقول لك لا ولا هراجعك. عارف والله يا معلمه عارف، بس يعني انا لو احتجت اي حاجه من نفسي هاجي اقول لك على طول. وانا كل منايا معلمه والله ان انا ازود لك فلوسك ما نقصهاش واكون سندك في الدنيا. ربنا يخليك ليا يا حربي ويكرمك ويوسع عليك. ربنا يخليكي، هي احلى معلمه فيك يا مصر. اه صحيح، انت ما قلتليش المعلمه كانت عايزه منك ايه؟ ابدا، عايزه تديني فلوس عشان اشتري عربيه جديده بدل المخروبه بتاعتك اللي اتحرقت دي. طب وهي فين الفلوس؟ لا ما انا ما خدتهاش. ما خدتهاش ليه يا حربي؟ يا جدع بطل تفاصيل، ده الصندوق اللي تحت السرير بقى ملان لتمة عينه والفلوس هتفط من جواه، ولا انت عايز تكومهم في بعض كده وخلاص؟ يا جدع انت هتقر ولا ايه؟ زيادة الخير خيرين يا عم حربي. يا راجل بطل دناوة، فك عن كيسك. اسمع، احنا بكره ساعدني ونلبس لبس الجاكيته دي احسن. ايه؟ بكره نروح نجيب لنا عربيه جديده تليق بمقامنا، ها؟ حاجه ضرب دار. المفروض نشوف لنا سكن تاني بدل العشه دي. حيلك حيلك، ايه؟ انت عايز تفتت لنا القرشين اللي حلتنا ولا ايه؟ وبعدين بص كده يا عم حربي، عيشه جميله ولنا فيها ذكريات زي الفل، ومن فتقه دي متاهه صح؟ مش كده ولا ايه؟ يا زين يا زين يا حبيب قلبي، المثل بيقول لك ايه؟ يلعن ابو القرش اللي ما ينزهش صاحبه. واظن احنا بعد المر اللي شفناه بعيشتنا ده من حقنا يعني ننزه نفسنا شويه، وبعدين نصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. مش كده ولا ايه يا اشقر انت يا حلوه جميل؟ ماشي يا عم حربي، ننزه ما ننزهش ليه يعني؟ بكره ننزل نشتري العربيه اللي على كيفك واللي على مزاجك، بس الشقه هنأجلها شويه. ماشي يلا. زي ما اتفقنا يا عنتر، اللقمه دي نقسمها سوا، اوعى تطمع فيها لوحدك، احنا متفقين يا حبيبي. ولو حصل انا اللي هدير المسابك، بس طبعا نسبتك محفوظه حبيبي. نطلع الأول نشوف الحكاية دي، وبعدين نشوف حكاية النسب والإدارة، مش هنختلف. على رأيك مش هنختلف، ده أنت حبيبي. يلا. السلام عليكم. خير؟ إيه اللي جابكم؟ وحشتنا. قلنا نيجي نطل عليك. ولا ما كنتش عايز تشوفنا عدل بيه؟ لا ازاي، انا تحت امركم، بس الحقيقه انا عندي ارتباطات النهارده. عموما احنا مش هناخد من وقتك كتير، هما كلمتين ورد غطاهم. خير 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 ان شاء الله. احنا كنا جايين علشان عايزين نعرف الباشا عمل ايه امبارح مع العيلين دول. الباشا قرر انه يجرب الولدين دول لفتره، عشان كده طلب مني ابلغكم انكم تتعاونوا معاهم
وتقفوا جنبهم وتساعدوهم. كلام الباشا الكبير أوامر ولازم يتنفذ. طيب والمسابك؟ اتكلمت معاه في موضوع المسابك؟ اتكلمت. ها وقال لك ايه؟ هي حكاية المسابك دي متعقدة شوية. متعقدة ازاي يعني؟ هو انت ما قلتلوش على الاقتراح اللي انا قلته لك؟ الاقتراح انت قلته اتأخر قوي يا عزام، عشان كده الباشا فكر في ناس تانيين. ناس تانيين؟ ناس تانيين زي مين يعني؟ ايوه خليهم يتفضلوا. ايه؟ بقى الجرابيع دول بقوا بحوات؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ ده الحبايب كلهم متجمعين هنا. اهلا يا حربي، اهلا يا زين. ازيك يا باشا؟ ازيك يا عنتر بيه؟ ازيك يا حربي؟ هدوم يا باشا. عزام بيه؟ انستوا بهوات. الله ينسك يا باشا. يا ترى بقى العود جاهزة؟ حالا. عبد الفتاح عود المسابك وتعالى. ايه؟ عود انهي مسابك؟ مسابك رشوان بيه الله يرحمه ويبشبش الطوبة من تحت راسه. يا رب. اصل انا وزين بقى عقبال عندك اللي هنمسك المسابك من هنا وطالع. ايه الكلام الفارغ ده عدل بيه؟ دي اوامر الباشا الكبير يا عزام. واوامر الباشا سيف على رقابينا كلنا. لا ايه المسابك ده كلام فارغ؟ الحكايه عيلت على الاخر. ما تلم لسانك يا جدع. انت بتعلي صوتك عليا يا ولد. انت مش عارف تكلم مين. عزام يعني هكون بتكلم مين يا اخويا؟ ابن بار مديله ولا عايزين نار من اولها؟ تقول لنا رايح هيبقى في شغل بدكم ولازم تتعاونوا على اكمل وجه. ايه شغل؟ شغل مع الجرابيع دول؟ بس ما تتكلم بادب الاحسن ودين. احنا زين بس يا عدلي بيه، احنا مفيش مشاكل بيننا وبين اي حد. اهم حاجه بس ان النفوس تكون صافيه من ناحيته هو. خلاص خلاص يا حربي، انا وعزام هنتعاون معاكم ونقف جنبيكم. كلام الباشا لازم يتنفذ، مش كده ولا ايه يا عزام؟ نستأذن احنا عشان نشوف شغلكم. شرفتوا بهوات وخلونا على اتصال. اه طبعا طبعا. يلا يلا يا عزام. سلام عليكم. عليكم السلام. يلا يا عزام يلا. الراجل غتيته وخارج بصغر لنا ازاي؟ يا عم سيبك منه وخلينا في شغلنا. يا باشا فين العقود؟ لا يا وصلوا العقود يا عدلي. عفتاح ابعت حد يشيل الزباله دي. حالا يا باشا حالا. لا يا حربي هتمضي في كل صفحة أنت وزين، وفي الآخر خالص في الطرف الثاني توقع عليها. ماشي. لو مؤاخذة بس باشا قبل البدلة أنا. طب باشا مش نقرا العقد الأول ونشوف بس مكتوب فيه إيه وبعد كده نمضي؟ أه طبعًا، اقروا براحتكم وخدوا وقتكم. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. إهدى يا عزام، ما حصلش حاجة. أنت عايز يحصل إيه أكتر من اللي حصل؟ عايز يحصل ايه؟ الله يرحمك يا رشوان كان عنده حق لما قال انهم عايزين ياخدوا مكانه، وبكره هيطمعوا وياخدوا مكانك وبعدين مكاني، يخلصوا مننا واحد ورا التاني. اهدى يا اخويا اهدى، لما يحصل حاجه يمكن نتصرف معاهم. انا لسه هستنى لما يحصل تاني. انت عايز ايه يا عنتر؟ لما يركبوا على كتافنا ويدلدلوا؟ لما يضيعونا خالص؟ قلت لك اهدى، قلت هالك مليون مره يا اخي. بطل الجنان ده ولا انت نسيت اللي حصل لرشوان؟ لا يا حبيبي، رشوان حاجة وأنا حاجة تانية خالص. أنا بقى هعرف إزاي، هعرف إزاي أكسرهم وأجيب مناخيرهم الغلط. أنا هخليهم يغلطوا ويتطوروا، ساعتها بقى لما يغلطوا الباشا هو اللي هيخلصنا منهم ويريحنا. بكرة تشوف يا عمتر، بكرة تشوف.